عرفان جاء تليفون مصطفى عبد الحميد قال له دير بالك راح يجوك عراقيين. قال له قاعدين عندي. قال راس سحبنا مسدساتنا واطلقنا النار عليهم. من هم الضباط القوميون الذين خطط ناظم إكزار لاغتيالهم؟ كل فريق يتكون من 3 أشخاص أخذوا معهم شنطة فيها مسدسات بواسطة البريد الدبلوماسي. من هو الملازم محمد مطر الذي كلف باغتيال أحمد حسن البكر؟ خليل الدريني هو صلاح مدرس قاعد ورسم خطة أفضل طريقة لاغتيال 10 أشخاص. صفقة بين صدام حسين والسادات لإنقاذ 30 عنصر أمن عراقي. بدت عملية المساومات، دفعت رشوة كبيرة للدولة وأطلقوا سراحهم. صفحات مخفية من دهاليز مديرية الأمن العامة يفتحها رائد الأمن صباح يحيى الحمداني في الجزء الأول من شهادته الخاصة مع دكتور حميد عبد الله على قناة يو تي في.